عندها 23 شهر كبيرة في نهار رمضان والناس صايمة، طفلة بترضع بتصرخ. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العظة، وأهم درس إن إحنا لازم نتعلم من أخطاء غيرنا. فاكرين في سنة 2017 الجريمة اللي هزت مصر كلها اللي حصلت في محافظة الدهالية مركز بلقاس، جريمة اللي هو احنا صنفناها والوسائل الاعلام سموها فتاة البامبرز او طفلة البامبرز او رضيعة البامبرز، البنت اللي كان عندها 20 شهر، لسه طفلة رضيعة، لسه 20 شهر، يعني لسه ما اتفطمتش 20 شهر، يعني ما كملتش 24 شهر، ده هي 20 شهر، ما كملتش سنتين، وواحد من جيرانها خدها واغتصبها. اغتصبها، كانت قرية اسمها قرية دملاش، دملاش مركز بلقاس محافظة الدهالية، خد بنت الجيران اللي عندها 20 شهر واغتصبها، ونهاريها قلنا عليها رضيعة البامبرز او طفلة البامبرز، وتم الحكم عليه بالاعدام في 2017، وتنفس حكم الاعدام في ديسمبر 2019، اتحكم عليه في 2017 واتعدم في 2019 في اخر 2019 ديسمبر، ومعرفش ليه قعدنا سنتين تاني في اجراءات التقاضي عقبال ما تنفس فيه الحكم. واحد يقول لي طب انت بتتكلم في قضيه من 2017 واتحكم على الراجل في 2019، ايه اللي فكرك بالموضوع ده؟ اقول سبحان الله، في نفس المحافظه في نفس المركز تحصل جريمه اغتصاب تاني لطفله رضيعه تاني بالبامبرز تاني، لكن من مين؟ من جوز امها. نرجع للاحداث من الاول. وصل لمستشفى بلقاس محافظه الدهليه طفله عندها 23 شهر لسه مولوده 23 شهر مصابه بايه بقى؟ شفتوا مصابه بايه؟ تهتك في الاعضاء التناسليه. انا جايب من واقع تقرير الطب الشرعي. نزيف وتهتك في اعضائها التناسليه، عندها كم شهر؟ 23 شهر. طفلة رضيعة 23 شهر توصل لمستشفى بلقاس مصابة بإيه؟ نزيف وتهتك في أعضائها التناسلية وقطع في المهبل. أنا بتكلم على رضيعة عندها 23 شهر. خلي بالكم الأعضاء بتاعتها مش مكتملة، يعني صحيح نزيف وتهتك في أعضائها التناسلية اللي لسه ما اكتملتش، وقطع في المهبل. أثر محاولة اغتصابها وتم ادخالها غرفة العمليات لكي تصارع الموت. ايه اللي حصل؟ على طول مستشفى بلقاس اتصلت بالشرطة لان البنت كانت بتموت، وهي فعلا حتى لما اتصلنا بالمستشفى قالوا الاعمار بيد الله، لكن بنسبة تتعدى 70% البنت ماتت، واذا عاشت هتعيش مشوهة في اعضائها التناسلية، وهتبقى غير قابلة للانجاب، وهتبقى يعني مستقبلها كله ضاع، وهي عندها كم شهر؟ 23 شهر، مش 23 سنة، 23 شهر. انا عايز اعرف لما تكون بنت لحمة حمراء لا فيها صدر ولا هنش ولا وسط ولا اي حاجة خالص، واحدة رضيعة في اللفة، ايه الاغراء اللي فيها عشان يجي واحد يخلعها هدومها وهي طفلة قد كده ويغتصبها؟ ايه اللي فيها؟ ايه المتعة اللي في طفلة بترضع بتصرخ بتبكي؟ اللي حصل ان الزوجة كانت متجوزة واحد قبل ما بتتجوز ده، قبل ما تتجوز واحد اسمه احمد، واتطلقت من جوزها وكانت حامل، عدت شهور العدة وراحت بعد كده اتجوزت واحد اسمه احمد رفعت 25 سنة. لا اله الا الله. بعد ما عدت شهور العده او تقريبا عشان يبقى كلامي اكثر وضوحا، لان لو كانت حامل ما كانش هينفع تتجوز. المهم هي كانت والده، وبعد كده عدت شهور العده اللي بنقول عليها دي وراحت اتجوزت بعد الولاده. وعدى على الولاده 23 شهر هو عمر الفتاه الطفله اللي اسمها منى. على فكرة الطفلة الأولانية اللي تم اغتصابها في 2017 والكلب اللي اغتصابها اللي تم إعدامه في 2019 كان اسمها جنى، المرة دي اسمها منى.
جوز امها ومش عارف. ابتديت اصدق الست اللي تقول لك انا مش هتجوز ما دام عندي بنات، انا اخاف من الرجل الغريب على بناتي، احسن يبص البنات. الكلام ده فعلا اصبح ليه ظهير حقيقي دلوقتي. لما الزوج بيبص لاولاد مراته من جوزها الاولاني في طفلة عندها 23 شهر، فما بالك بقى لو في ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي. يبقى الاغتصاب حتمي، رغم ان في بعض الاباء الابناء والبنات يقولوا جوز امنا ربنا وكان حنين علينا اكتر من ابونا. كتير قوي تقابل واحد تقول والله، يقول لك والله جوز امي كان احن عليا من ابوي، وتلقى البنت تقول والله جوز امي احن عليا من ابوي، هو اللي جهزني، هو اللي وقف جنبي، هو اللي فرحني، هو اللي كان بيجيب لي اللبس، هو اللي كان بيوكلني ويشربني، يا ريته كان هو ابوي. بتحصل، لكن الواقع اللي احنا بنشوفه دلوقتي بقى واقع مر. الام اتجوزت وعندها بنت رضيعه عندها 23 شهر، ايه اللي يخلي الزوج زوج الام يبص على الرضيعه ويخلعها البامبرز ويغتصبها ويحصل لها تهتك ونزيف وقطع في المهبل، والبنت تصارع الموت والحياه وكانت بتصرخ وهو بيحاول ان هو يفضي شهوته جواها؟ فين جواها دي؟ فيها ايه عشان تفضي شهوتك جواها؟ هي عندها حاجه اصلا؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي كل ما هو على شكلتك. يبقى لها كل واحده جوزها يموت او يطلعها ان هي تقول مش هتجوز تاني علشان عندي بنت احسن يحصل فيها وجوزي يبصلها. ما هو خلاص، ما احنا بقينا في غابه. اللي عندها بنت دلوقتي وتتجوز المفروض تخلي بنتها في حضنها في الرايحه والجايه، ما تسيبهاش، احسن جوزها يبص على بنتها. اهدى ونروح بعيد ليه؟ ما احيانا الاب بيبص على بنته، احيانا الاب بينام مع بنته وبيخلف منها. وقبل كده جبت قضية كتير في ساعة مع حنفي، الاب اللي نام مع بنته وخلفت منه 4 مرات وكان بعد ما بتخلفهم يموتهم ويدفنهم، وحصل كتير حتى في الصعيد هنا صورناها. الاب اللي بيحصل حمل بينام مع بنته، فخلاص بقى الاب بينام مع بنته والاخ بينام مع اخته والابن بينام مع امه والواد بينام مع خالته. بقينا في الزمن يستحق ان ربنا يسلط علينا الكورونا تاخد اجالنا. يا رب يا رب سامحنا وما تعاملناش بما فعل السفهاء فينا. يا رب ما تعاقبناش باللي بيعملوا فينا بعض البشر اللي هم ما هم مش محصلين بشر ولا حيوانات. الزوجه رجعت البيت لقت البنت في غيبوبة، السرير كله دم، مكان ما حاول ان هو يفضي شهوته في عضوها التناسلي. جرت على المستشفى علشان تحاول تنقذ بنتها، المستشفى بلغت الشرطة، الشرطة جت فورا. ايه يا ست اللي حصل؟ مين اللي اغتصب بنتك الرضيعة اللي عندها 23 شهر؟ جايت لهم احمد جوزي، من غير ما تشوف جوزها هو اللي عمل كده ولا لا، بس كانت عارفاه لانه كان بيتحرش بالطفله الصغيره وهي في حضنها، كان بيمسكها من جسمها والطفله لسه بترضع، كان بيحب يلمس جسمها ويحط ايده على اجزاء حساسه في جسمها. فاول ما شافت بنتها كده على طول اعترفت وقالت جوزي هو اللي عمل كده. جوزي هو احمد رفعت اللي اغتصب بنتي من جوزي الاولاني. الشرطة تدور على احمد هرب، لكن تم الوصول ليه في قرية مجاورة لمركز بلاس، تم القبض عليه واعترف، قال ايوه انا بقالي يومين ما بنامش مع مراتي والشيطان في نهار رمضان، في نهار رمضان، الجريمة دي اول امبارح في رمضان، الشيطان لعب بدماغي والبنت كانت حلوة فاختصبتها. تخيلوا في رمضان، في نهار رمضان والناس صايمة ومراته رايحة تجيب الاكل اللي هيطفحه على الفطار، بنته حلوت في عينيه، بنت مراته حلوت في عينيه ونام معاها، رغم ان مراته قالت له البنت نايمة انا عطتها الرضعة ونايمة، اوعى تصحى ولا تقع من على السرير، خليها جنبيك لغاية ما اجي. البنت اثرته، عجبته، شاف فيها الجنس كله، شاف فيها الانوثة كلها، شاف فيها الرجلين والهنش والصدر والوسط، شاف فيها الشعر الطويل والخدود والمكياج، عندها 23 شهر كبيرة، فاغتصبها. ايه اللي بيحصل؟ اعترف بكل شيء قدام النيابة وابدى ندمه ان هو ما قدرش يمسك نفسه قدام اغراء طفلة رضيعة عندها 23 شهر.
شوف احنا وصلنا لغايه فين. نقول لكل ست ايه؟ اوعى تتجوزي اذا كان عندك بنات، يعني ربنا بيحل واحنا البشر بسبب سلوكنا نحرم. ربنا اباح الزوج ما دام الزواج حلال ربنا وجوزها طلعها ولا ترملت ما تتجوزش ليه؟ مين قال ان الواحده لما يكون عندها بنت ما تتجوزش؟ مين قال كده؟ لكن من اللي بنشوفه ابتدينا نصدق ونقول لا اوعى تتجوزي، احسن يبص لبنتك حتى الرضيعه تبص لها. لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.